55 قُبلت المجلة بالتأييد الكامل من طرف المنظمات الجماهيرية في ذلك الحين، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد العام لطلبة تونس، اللذين أيدا بكل قوة هذه المجلة وأيدا كل الإصلاحات التي تتماشى مع الأفكار التقدمية. كان الشباب بصفة عامة كان كله تقدميا في ذلك الحين، على خلاف حالة النكسة أو الردة التي نشاهدها اليوم، حيث نجد بين الشباب من ينادي بالرجوع إلى الماضي. قلت الشباب، كل الشباب، سواء كان مدرسيا أو حتى زيتونيا، كان الاتفاق تاما بين هذين الطرفين المكونين للاتحاد العام لطلبة تونس على المطالبات التقدمية. لم يكن زيتونيون في معظمهم تقليديين، بل قاموا بإضرابات ونضالات عديدة أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات للمطالبة بتحديث التعليم الزيتوني وإصلاحه وتفتحه على العلوم والأفكار العصرية. مجلة أحوال شخصية أيدها أيضا الشعب التونسي بأسره بكل قواه الحية في ذلك الوقت، ما عدا بقايا الحزب الدستوري القديم الذي خسر بالأصوات الشاذة التي أطلقت في صفوفه ضد مجلة أحوال الشخصية آخر معركة له، وهي المعركة التي قضت شعبيا عليه بصفة نهائية. لكن منذ الستينات استفحل الحكم الفردي واستفحلت الشخصانية في بلادنا، فحاول قتيبه مصادرة الحركة الوطنية والحركة التقدمية ومنها تحرير المرأة، وهو كذب على الشعب وافتراء وتشويه للتاريخ، وهو شيء غير معقول. غير معقول لأن تحول سياسي عظيم مثل الاستقلال، وتحول اجتماعي عظيم مثل مجلة أحوال الشخصية، لا يمكن أن يحدث بمفعول شخص واحد، مستحيل. لا يمكن أن تحدث تطورات هامة من هذا القبيل إلا بفضل تيار جماهيري عارم، وهذا ما حدث فعلا. لكن من أجل استفحال الحكم الفردي والشخصانية انطلق الحيلة على البعض، يعني ممارسات الحكم كانت تعتمد على الحزب الواحد والصحافة المكبلة والانتخابات المزيفة ومحكمة أمن الدولة. فنتج عن ذلك أن انقسم الرأي العام، شق من الرأي العام بقي ثابتا على المبدأ، يعني ثابتا على اختيارات التقدمية والديمقراطية، ويطالب يعارض فيه من أجل تشويهه للديمقراطية والتقدمية، ويطالب بالرجوع إلى المبادئ الأصلية. وشق اغتر بالتشويه البورقيبي للتقدمية والديمقراطية والحداثة، فنبذ مشروع النهضة والتحديث بأمته. الواجب الآن هو الرجوع لأصالتنا، وأعني بأصالتنا أصالتنا الحقيقية. منذ قرن ونصف نحن شعب متأصل في التقدمية، في النضال من أجل الديمقراطية السياسية والحداثة الاجتماعية. هذا هو الموقف الوحيد للخروج من التخلف حتى نغلق نهائيا قوس عصور الظلام وقرون الانحطاط التي ادت بنا الى التبعيه والاستعمار. من الواجب اذن ان نضع حدا للنقاشات البيزنطينيه حول الفروق الوهميه بين الرجل والمراه، وهي نقاشات تذكرنا بما كان يدور من جدل في القرن الماضي، أو حتى ما تدعيه اليوم الأوساط العنصرية في أوروبا وأمريكا وخاصة جنوب أفريقيا من فضل الرجل الأبيض على الرجل الأسود، أو فضل السيد على العبد، وهي حجج تشبه بكثير ما كان يروجه المستعمرون في ديارنا عن فضل الفرنسيين على التونسيين. كما من الواجب أن نؤكد على أن إنسانية المرأة وحقها في التمتع بالمساواة في الحقوق والواجبات مع أخيها الرجل، في ذلك حفظ لكرامته وكرامتها، ونبذ لكل تعلات التفرقة والتمييز. وخلاصة القول،
أن من خاصيات فترة التحول الحاسم التي نعيشها اليوم أنها تفرض علينا العمل أولاً من أجل تكريس وتجسيم الحقوق التي وقع الاعتراف بها للمرأة في التعليم وفي الشغل وفي العائلة وفي المجتمع حتى يتم القضاء على كل مظاهر التمييز وهي من رواسب ماضي التخلف المقيت. وثانيا التصدي بكل ما أوتينا من قوة لكل محاولة ترمي إلى التراجع في مكاسبنا التقدمية التي هي ثمرة نضال أبناء آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا، وأهمها تحرير المرأة من سجون البيت والخمار والجهل وأصدار مجلة الأحوال الشخصية والقوانين المكملة لها، وخاصة في ميداني الميراث والتبني. وهي جملة من التشريعات وإن كانت منقوصة لأنها لا تقر المساواة التامة بين البشر، إلا أنها تشكل خطوة هامة في هذا الطريق، وهي نتيجة للنضالات التي نشرت الفكر التقدمي والديمقراطي في ديارنا، وهي معيار لمدى تعلق السلطة بهذه المبادئ ودليل على الدور الرائد الذي تؤديه تونس داخل الوطن العربي والأمة الإسلامية. وشكرا.